الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، المثنى بن حارثة الشيباني وصحابي سديتني سدحاد ولاد الخليل العماد بوحو لي هي. قال الصديق: من هذا الذي تأتي أخبار وقائعه قبل معرفة نسبي؟ فقيل له: هذا المثنى بن حارثة الشيباني، وإنه لرجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب. أبو بكر الصديق بأنت الله يا أبي وحيري ونك كان دعوينك سئيو خوش وقبان الدقال الذي سئيو أخبرت إن سوء جاريس استمر كان إن ولي أقون هيتي سمحويه يعني يضع أين أقون عدة وياهي بروح عن مقل إن مثنى الكعكر مثنى الكعقبصل مركز سوحة للمثنى بن حارث بن حارثة الشيباني وأنين لا يقان أو مجعله عن قرصوني إن هيبتي سلجنا ويني معها الركاسو كل عيل يجرتو باللوضي ونبحينا إن شاء الله سبحانه وتعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة يعرض نفسه على الوافدين إليه من أنحاء الجزيرة، وكان معه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، فرأوا مشايخ لهم أقدار وعليهم هيئات. نبي قواتو دقائق صلى الله عليه وسلم هو هذا حق سوق يذا مكة. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك ماشى وريجين يعني اسكنوا وريجين وفود ككلت تميد الجزيرة العربية دافه هذا أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوب بندقي دعوة دي سنو بندقي إلا ندى فرمضان إيمانيا ما لك لدوم على ساقة إيمانيا وانا سوق وين أورنتي مكاكويال أو حلوك لأي بسدو منتديات كان أما ما لها نادية دا أندية دا واح أو أي أفكار تأيو سوقان تأيو بيع مشترك أيو سكر ويدار سدان نهار كابي هانجز تقوب لإقام بهايد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مركي وفد جيمات با وفد جو طبعا وحي وسعد رهر رهر با وسعدان بال بال بالله سعدان هاد بقولوا انتو تقول في هذا ور كور النبي محمد ما نبي جيست مركن مركا النبي صلى الله عليه وسلم حال سعد او هليه ابو بكر رضي الله عنه وخلي فيه كوات علي بن ابي طالب وخلي فيه افراد قدام بيه وحي سعدان با فراوا مشايخ لهم اقدار وعليهم هيئات وحكوا صبحي رجع ضيالة وضد هيبت يشرف أي كم وقت أي تهاي وضد كلا كدو يعني ضد يعني نوعا ما هي أدو أي موقته. فتقدم منها أبو بكر وسلم عليهم أبو بكر بمركي وسي دقاقي ونا سلام وقال مركز سحور يري من من القوم ضدك هالكي كتي ما ذي ديقان هالكي أبو بكر نمحالة الماما إنو أهانين نصب كأدو يقان قف بمجرد ومقعين مقلو هالكو أقلو شيء جري. قالوا ما كسوحي هذا من بني شيبان ابن ثعلبة هل كاسم كان ريب حنا ريب بني شيبان. أبو بكر مكي وجوابتك هلي رجي ولها اللي فمال على الرسول صلى الله عليه وسلم سأوسي جيستي وقال يا أبي أنت وأمي ليس فوق هؤلاء من عز في قومهم. رسول الله أباه يهيد من هو فرتاية رجعنا الأركيسي وهل كي أقدم بيسي شرف يعزي غير رؤي لها يعني ذاتي وش الرواية ذات كان كل هذا اللي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني عز مجد ذات كان كسر رأي. وكان في القوم رجع مركة أبو بكر وهي بسنو إسلام مركة أنا أولي هي وضد شرف له وحا كجري المثنى ابن حارثة الشيباني سحابي ما أنت عم كهر لين هذي تين سدحات كو وحا كلا رأس عضة ومفروق ابن عمر الله وهاني ابن قبيصة سدحنا عرس بلا صعدة. فالتفت إليهم أبو بكر وقال أبو بكر نمك وسامك قل له اكتوح وكير انتم من العسادات إن كان بلغكم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذا أضاد هرأي أم قشان وإنسوك قال النبي خبر كيس واك النبي قال الشيء وأشار إلى النبي النبي مرد عن تكتاغي فقالوا حيرين ها نعم وان مقل بركيس وان هنا. ثم التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يكلموه كدم رسول كيكسو جيستيب يقول ربا إن الرسول كالله الله
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر خلفه يظلله بثوبه. نبي قال دام هذا الهضة باللابان بيض وفريستي أبو بكر با دول تاجر وصام مركب وببين النبي صلى الله عليه وسلم ودول تامين. فقال له مفروق بن عمرو وكان أقرب مجلسا منه، ما دام مفروق وسوحي هلك النبي أبو بكر أي فديان وكل دواء استقع الله الله هذا الكفر وحي إلى أي شيء تدعو يا أخا يا أخا قريش، ولكن أن قريش أهو حدثك ويريسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله ما أمرني به. أرتب حاني كوي كلمة لا إله إلا الله إنان رسولك الله عن هاي إن أنا نيجي الدنطان إن هذه اللسان سي أي سرتجل يقول نقطه وحي إلى هاي إصافر الدين إن جارسيو ضد بانو بهانا جرب بانو بهانا من أنصاري إلى الله ذوي. فقال مفروق هذا الكيسو ذوي وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش حكى ضدك ويرتا قريش إن كان ولا كان قريشيا. فتلا الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل نبي يقول أقري مكة آيات كجرتي سورة آل عمران آخر كذا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آيات وآيات أي صحابة وإدهان نين كربة إنه دول إستاج النبي قدر دارن كي سو شاب بضيسن والنبي قتيم بريس شاب بديس أي دول صارن تقف كي ربة إنه أجاده أيضا هقريوي أيضا مركو دول أقري أيضا حاكو جرتكو إن دت كشرك يقول له جديجو لبا لبا دوالد لبا دوالد إن لو ناجيو صدح المها إن على اللين سي مركو رسمين جري لا مد بقول له لين جري مرنيو كبقى يا فقري أيلين هل كان حقوق كينيا أنتوا اللي بتقول لها إسرائيل أما إن أي جبر ولا لطه وكب قوين إلى ذكي قبل ذلك أهم حوية إسوا مرك عاب إسلافينا يه إنه دلو أيضا نال ونال الحبال بأهان جستي تأله سبحانه وتعالى وحنا أنت مني مرك سائل يقول إن نحن نرزقكم إياهم حدي صابت على المها أدي ذي سانة أقول لين سان أي تهاي أما بيلي وحي عنان ويدان هذا سليمين إذن كان ولو كان كجر كو يجب إنك أرزقين سورة الإسراء مركة لماذا إلى عليها خشية إنفاق أما خشية إذنك كبقي إملاقة هادلنا نحن نرزقهم إياكم مركة نحل سهر مري إذن كان إنك إن أرزقين مركة دمان نحل سهر مري إياك إنك أرزقين لبضا مرم إله سبحانه وتعالى وكهل. طبعا ذاتك يهارة يقول مركة وريران وحكالا ما هن إني بدي الرعيان إيه أم بي كرين جرين صومها لكن هذا ضدك هذا تاكتيك فربضان بي اللي إيمان يعني كنيني واللقايا وحكالا اللقايا قاربا حيكولين عيال كان هذا يسان أي معركتي سورة الرعان ومارك إسكوة ذا نوغمن نقضان ولب بضان تهي إنت وحلوغة كين إيه قار كيف كري قار تايم كي كيف كري يا جرى قار كيف كري يا جرى إسلام دو حيرتين وحبار شاء ما يستطو قاربا حيلين وماشوا بكتي قدونا إن حايد ما وحاصلهم ومرسيو نعم ويوناك سنتا يحوكو مجم من الشرعي إن المهل لك على داريها الدين لبدا والد رالي ساقيه الدين ليس مركب ملا وفاملي بلاني كالشيقي يعي وإذا الله طرع يكوي كلمة داما قبل يحضر لك سوق على المهل وكلا كي كلا ولي وحاو ما ضباهان المحن وصنو كلا والا كرتي لكن تو تلي المهل مربع تا شريعة مركب ما أقول أما أنا كبقى يمحاد سيسام حي عوني الدونا أديك بهرتي ما أكتهن قوم ده يقرام كيسو إليه سبحانه وتعالى محددين هذا آيات حيلة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن حمية ودنبا مدي ذا موقتا مدي ذا قرصان بإسك إلالي كدي ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نف إلهي وحاران تنميين إن سي حق اللي قد لي نف نف دي شيء اللي قد لي وكلا إيحي لم إذا مويان هدي لنا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دردارا كاسا إلهي إن كل دردار بيان وانا اتقل عشان هي لتان لقاها فروق عهد كاقري قال مفروق فقال مفروق حين هذا وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش هذا الكلام اسمع هذا
وحكى لي 100 جيران بدك وش يكتب، ولكن قريش يقعوه. فوالله بيقول هذا الكوت مفروق، ما هذا من كلام أهل الأرض، هذا كان هذا قف الدنيا يقول كان دقن هذا الكسو ياري ما هم بيقول، ولو كان كلامهم لعرفناه هذا هذا البني آدم أهان لها هذا القف نوراءه أو الدنيا يقول كان كل كيسة كل نور هذا كسو ياري لها وانقرأ لها. فترى الرسول صلى الله عليه وسلم قول عز وجل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة النحل وأقري، إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية سدح سيدات كفرتي سدح أنا كررت سدح بفرتي عدالتي بفرتي وناجي بفرتي حكتذني محلصيه سدح بين ريبتيو فحشي منكر كي قردرض يعظكم لعلكم تذكرون أم لعلكم تذكرون إلهي وإن وانينا يا إن أدوان توذا إن تاب مركو هدان أقي. فقلت فقال له مركو سبيل دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق، ولكن قريش يقوه إلى النبي نما يهدى ولي لما قارن وقته اعترافه، لكن في روح الله وحي أخلاق وأنا أكسنا موراليتي أح أي بشد يدد موضوع يبا هانتا كنت وقت ويرتي. ثم التفت مفروق الى المثنى بن حارثه مركي الى هذا الكوحه ما انت انا وذي وقيبين ايه النبي سؤالها ساوقع العلمي مفروق بوها كذب مفروق مثنى هضنا من الصدق وانك ان كهل الظن وكانه اراد ان يشركه في الكلام وحد مود مركه مركه او هلك مثنى مركو من الاحسان انه الربو إنه مثنى وهذا الكي وسجل وقيب كأنه وسو اسنا مركا ننكي سي مركا هذا فوق قواته. فقال هذا المثنى الحارث كنما مثنوي النبي محمد الله عليه شيخنا وصاحب حربنا وأنك أضيقنا نقع ضيال مركا يتاقن تانا إساك أضيقنا نقع. فقال المثنى مركا لقد قد سمعت مقالتك واستحسنت كلامك محمد هذا الكاقي وان مقلي وني عجبي ورنتي وهذا الوناكسن، لكن امرا كهذا لا بد لنا من ان نرجع فيه الى قومنا. لكن ارن سيدان او كلا ما ان انه ماشي اسكفر انه قال انا كغارنا وحن كو خصبنا ان ندب ولا لابنو رير كان يعني وعر سيريا ارن ادو علسوي مرك افر اود انه اه او رير كي مثلنا ان ان قان اسك قادنا ولا تغ الى ددك وحي كو فيعين مرك مد هدو امر قاطه قان كا هدي دب لا سو لابت او يس ليرا هذا واسد او فولو oo beesho dhan iyo deegaanka dhan ba islaam marku wax arrinkan ma arrin afarteen aan go'aan ka gaari karno wuxuu naga baahan yahay inaan dib raarka ugu wala laabano oo aan marka iyaga la soo tashan. thumma inana bi hadana nazalna ala ma'in mushrif ala ard faris arrinka lo sheegana oo muhiima fiir waxaan dad degan dhul biyood la ah ama biyo maaragtay maaragtay ciyaalal iyo waxba la biyoolay ah oo halka iyo meesha nimanka furs ama rebeshiyanka halkay degan yihiin daris baan olana waqad akhad aleena kisra ahdan boqor ka meesha jooga oo aan daris kan hana ballan buu nala galo alla nuhditha hadathan wa alla nu'i muhdithan wax cusub inaynan keenin wax cusuban la oqoon inaynan dhulka inaan keenin ee deegaanka qof muhdith ah oo qof galana inaan magangeli inaan siinba ku ballan doa macnaha waan baqaynaa dad baan haysta marka waa dad deegaanka degan oo maamulkoodu uu hoos yimaado qolyaha bershiinta ah ama farisiinta ah boqorkaana heshiis baa u dhexeeya yani heshiis bay ka saxeen. haddii marka ay khilaafaan oo kan nabi maxamed ay diin cusub meesha ula tagaan waa ogta wax lagu samayn doona marka baqdintaan way ku jirtaa waa shuqul keeni oo kale maalan إثيوبيان كان بقينا أي شغل لذيو. ولعل هذا الذي تدعونا إليه مما يكرهه كسرى وقومه ونحن لا قبل لنا بهم ولا طاقة لنا بحربهم. أرن كان النووي ريسيت أرت كسرى يقال ذي سمم مقل كران إنه هنا أود أن يستقع لنا مركا ملها من الله دقاء الله مكرنا مركا هذا هذا أن إنتان دبر كوري دون محمد وخلاص إسلام كيبان قادنا ورارك أولاد تقنا وديقان كيوننا إسلامان innagana dad la haystayaal aan nahay oo xukunkeenna imaamkeenna uu soo hosgeliyo birri dagaal buu nagu bilaabayaa naga dhicinaya. walamma hamu bilinsiraafi
markii hadalkaa uu saalka ku dhamaaday oo ay rabeen inay dhaqaaqaan, iltafata ilayhim annabiyu sallallahu alayhi wasallam, nabigaasa iyagii marka u milicsaday, waqaala markuu saa ugu soo jeestay wuxuu yidhi: ara'aytum in lam talbathu illa yasiran xata yamnaxakum allah bilad faris wa amwanahu wa nisaahum. Wuxuu yidhi: ka waram markaad tagtaan in yar kadibba, haddii ilaahay gacanta idiin soo geliyo dhulkaa faris aad hadda ka baqanaysaan iyo xoolahoodii haweenkooda, haddii gacanta laydin soo geliyo ka waran, atusabbixuuna allah watuqadisuuna, diyaar marka ma utihin inaad ilaahay subxaana wa tacaala huftaanood weynaysisaan, in ilaahay la weyniyo diyaar ma utihin, kuwaan hadda ka baqanaysaan leedi waxaan ka baqaynaa xagga haddaan tagno inuu kisra indhaaf waaye iyo awood ma lihiin, waxaan isaga dhicinna aad leedihiin, ka waran haddiiba markaad tagtaan ma aad ka adkaataan. Faqaalu waxa allahuma nacam, isweydiin ma leh taas, haa wahal dalika laka ya akha quraysh, walaakin quraysh yigo arrinka arrinaad kartamaya ma samayn karta adiga nimanka inaad naga ridid oo aad naga dhicisid ma suurtagalba. Faqaala nacam, buu nabi sal la slam, haa arrinka waa arrin runta wax laga qaban karo. فقفل المثنى بن حارث الشيباني راجع الى ديار قومه، نيكي المثنى اسغا ديرد نو صار ما دام صحابي ميسك نو صار ان ويه هلكي او كو يمد هي ديغانكي تلكيس ريركي شوادي. وصوره النبي صلى الله عليه وسلم لا تفادق مخيلته ورنين كلماته لا يبارح اذنه، ايذو النبي صلى الله عليه وسلم مو قال كي سوسا هرتاغي kelimaadkii nabiga sal alay wasalam uu yirina dhegihiisa ka guuxayaan, yani bimacna intuu sii socday intuu maqnaa oo dhanba nabiga hortaagan hadal weyn bimacna uu nabiga sal alay wasalam yiriyey. Wadal ninkan marka sida ka muuqato waa nin geesiya oo dagaalyahana oo meesha runtii waxaa ciidan la-aan baa haysa iyo garab la-aan buu yahay, macnaha garab la-aan baa haysa mooyaane nin aqbalaya maaha, dulli iyo hal lagu haysta iyo qola kale haku maamusha, nin aqbalaya maaha, wayna ka muuqataa. وظل يتتبع أخباره ويتذكر قوله تو وحب الله مركه النبي صلى الله عليه وسلم أخبارتي سساء وقور هايو ورعراعو قول كالنبي أنا مسكح لي بقجرة مركه ما هالمعنى وأها أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارس وأموالهم ونساءهم. وهذا العلس هذا مركه الله بتان مركي بكورا هدي وحود لما ده هي قعنتي دين سوقي مال يضمر بعض. ثم يقول في نفس مركه سوحي له: ما الذي جعلني أقبض يدي عن بيعة محمد؟ أم هاي دي 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 بعض الكسيدة أوي نبي أنا صار نولها اللي إن أن لب مبايع هذا هاي دي دي يعني أنا سام كان قاله: وقد أيقنت بصدقه وصحة دعوتي رنتي سي بوعدان نقول يقين صدي إنه رن الشيء دعوضا وحن بارسهن إنه رنتها أنا وصحتها أنا تاوى يقال على سنتين ما هاي جهر تاجن يلا ماشي وتاجن تاعي المثنى وهذا كان ساقول لك جو حيو نبي محمد وساقو هرتاجين هاي وهالنام لا هاي أي واحد عاد في سنة التاسعة عشر الهجرة سنة كسجال مكل سوق جاري أذن الله للمثنى بن حارثة الشيباني بأن يتشرف بالانضمام إلى كتاب الإيمان إلى هاي وحو قدري جل وعلا وإنك مثنى وقدري إنه كشرفه إنه كصوب بيره إيمان كأي كتائب تيسة ومسلم ونقضه. فوفد على النبي صلى الله عليه وسلم في جموع غفيرة من بني شيبان يسوق وفدية كحينية كوحا آد وتربضون هاي بني شيبانة وتلكي ساعة النبي قويم وأعلن إسلامه بين يديه النبي يسوق هرتا جنبه إسلام كينو كل واقع وبايعوا على السمع والطاعة مركزه رشيس كما بيعضا أيام وحا الفادي الوحا كمنا السمع والطاعة وانكو مقلنا وانكو هوقان سن في المنشط والمكر حارض والبجر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبث إلا قليلا النبي إن يركد سنة كسيارات وقت النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة وقت يابا هاي مركو مثنى ساو إسلامي إن يركد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى النبي واتو جيني وذي. وطفق العرب يخرجون من دين الله أفواجا عربنا انتي إسلامك وجرتي وحيب الله بان إن كوح كوح إسلامك وقدر يريان كتغين كما دخلوا فيه أفواجا يو كوح كوح يسوق قال كوح كوح بالمركو قبح. فتصدى لهم الصديق رضوان الله عليه أبو الصديق أبو بكر الصديق ودكتين دور جاب من كهضن لي أرن كيبو مركا أبن بحي ورماهم بمن بقي معه مستمسكا بدينهم انت حرطانا دين كودو كودو قن يقول لدي كولاد قال لمي
وكان المثنى من حارثة الشيباني وقومه ما كان كانوا سعنا وانتهوا الانكسار نغمع عصبائه. الحارثة أو المثنى هي ضدك قوتي من أشد الناس بأسا على المرتدين وحين ضدك السيدة بأن مالك ولا ضدك على بني مكة مرتدين تولي مكة هذا صلى الله سنة السيالة النبي يقول عيرو المركة أركي لكن إلهي سبحانه وتعالى هو قدر إن الدجال بأن الله قال إني مكي وأعظمهم أثرا في القضاء على تلك الفتنة المدمرة العمياء ضدك راتك الربم رنتي راذيي بهاي سيدي لو ميل مارين لها لو سقف جل لها في النظر يد ببرنت البضان عندها أنا لهين يد همامس كقبته خرج المثنى من الحارثة من حروب الردة ظافرا إلى يوحو قدر المثنى ده قال الذي ردد أها ولقل لمن كاي قال يهس ولقل إلهي قول بكسي وقول استي ووجد تحت امرأته 8000 مقاتل لا يعصون له أمرا شيء كيس عبد الله بن سمرك ده قال كاس وقال ده قال كوكسو قول استي إلا نوحو عنين مركا عيدا هقامي أها مركو دقال كده ما دبوح عركي سيديد كونو أسكري أو إساو أمامولو أو تليئو يهي. وكانت كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن السيلاء المسلم على بلاد الفرس وعلى بلاد الفرس ما تزال ترن في أذنيه. هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كهريري أو أه إن المسلمين تأي قبصان دون عن لوكا فرسنا ولي ليس كجو حيان هذا اللي كان حصوص طامرك سديد كونو عيدا وهستا. فقال في نفسي مركز سويدي وحير لو لم أضرب بهم لو لم أضرب بهذا الجيش الباسي الفرس وأستنقذ ها لو لما لا أضرب به لما لا أضرب بهذا الجيش الباسي الفرس الفرس وأستنقذ من أيديهم سواد العراق وعينا كان سديد كونا إيمانتي هوسي ماذا هدان يعني محن ولد قال تجي وهي وإن من كفرس سيد يعيم وهي أقول لك العراق سواد العراق هي إيه أنت أقول بضن وقرائي مجالوين في العراق نمحان وقصوا اللي حسموها يعني إيه ده بابا حسنا ما تقصكوا في لنا ورانا وطان لري لنك أدنين محوها صاحب حرب من الدقاليها أنا مركب مدوحة إيه الكوهي إن لا يستو أو أوامر للسيوح لو يري ديكتيشن نا يوصل بحان سيديد كون اسكو ديارسان وهالي أو ديارسان أو تابرم هذا الدقال بقصة فرحشي مركز سؤال الإسلام إصلاح اللي يقول ألم يعدنا الصادق المصدوق سؤال الله رسولك صلى الله عليه وسلم أرون شيقا لون الرمي ميانو نوي بوهين بأن الله سيملكنا ديارهم ونساهم وأموالهم إن إلهي قعنت ونوسو قلين دونه فرس ديقا نذوذ إمال يم حسب وحي إليهين إن إلهي نوسو ورجين دونه رسولكم نما شيقا وهل تملك الديار وتحرز الأموال إلا بأسنة الرماح وشفرات السيوف هدبها هدير اللي هي ضد ديغان كود على قبسان الحوله ولا لو ريغيا مصور تقلبا هدانا لو دقا الله من ورمو يسافو ورمهاس معركتي فودو ذا يسافها شفرات كود بقى لو دقا الله من مركو عربا انو يراد ضدك وحان اسكدعين هين مالها انا ما شفريسرنا لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبوهي إن هلك قبصن ضن ماشي ودي قبصن ما نضت وعيوب ما عند قال بالشغل اللي قبته تيو مركز في دعي فعزم على أن يمضي بقومه إلى سواد العراق دون أن يستأذن الخليفة بذلك حتى لفرجه إذا كي سديد كون هاي وتي بلا دقاق ولا قصد حق أي سواد العراق وماشي إن منكي فرص أي هستين بلا هذه مركوعة هاي سيستم كي نظام كوحوها إنه خليفة المسلم أبو بكر كوسو العلو يري هذا تقال كين وان وضم هذا سيدات كون عيدا وان هاي وان هيا هيوسي ماذا ما صلى الله بتام مسه تقال كان وان جعلانها إن قال إنه ده هاي مدهن هرو دقاق وكم بقى مركح حوجة إحراج إنه قليه أبو بكر يري ورد عن نمده ورولا دالين عيدا كسيدا نرد عن نيو تقال كان نوفر إنت كبسنا إني يحاسو كم بقى نين كان مركح نين النحيم فإذا انتصر والمسكين بعد إيه فإذا انتصر كان نصره للمسلمين جميعا هدو ها كوسو قول المثنى انا واقول المسلمين دان اسوهي وان انكسر كان انكساره عليه وحده هدو صاد جبانا وان انكلي تلاد قاتي وعد مركا لا اجد مركا مر مركو عربا انو يرادو هدي هلكا هو قول والله الحمد مسلمين تي جوش الله بنيس ايغا وضاله هدي جب يقول ماذا صاما انا كلي تحملي ما دام ارهن قوانك انا اي قوان كلي ان قات المثنى ابن حارث وكذا قاجي مركا هاجم المثنى من حارثة سواد العراق حلقة صور قادة فجعلت مدنه
وقراه تتساقط تحت سنابك خيله. مركز المجالة والمجالة مر من دو قبصدة طنب وجبية متكل وريقة وجبية متكل وريقة كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف. سيدا علينا دقيت كوي وضعت أوكلا مركون تركسو لو يهي ومركا يعني سا وضعت وقتي الخريف كمركا الوجر ساسي مركا وضعت تبي مجال وينك يا دمب. وطفقت أخبار انتصارات تشترق في أنحاء جزيرة العرب وتغرب أخبار يقوش أسوهين ملك صار لقى مغل الجزيرة العربية ولما أسقف ستونين مثلا ليه وبلايئة أني منك فرص قصوى بحي أنت سوى مقالوا قبصدي مقالوا ما قال ذكروا. فقال الصديق مرك هذا كان مرك أبو بكر اللي دمقه جيد كان يقولوا بحي الصديق لمن حوله ذاتك اللي جوه بحير من هذا الذي تأتينا أخبار انتصاراته دون أن نعلم أن نعلم عن أمره شيئا وأنك إنك كذب أخبارتي سي جوشي سي دقال الذي سي نسو قارن إنه وحبا إنا كي ور وربو ما هي إنه مو يعني كان. وكان الجواب على هذا السؤال هو المثنى نفسه أبو بكر الرهذين جوابتي ولا ورنيك كان حو يعني دقال كان نيكا وقال حو يعني وربك ما هي إنه سو قاله بعد جوابتي وحين نقطي إنه المثنى بجوابه فلقد أسرع إلى المدينة ولقي الصديق أبو بكر بعد جوابه جواب رهذين أيها نيكي مثنى وصعدا يمت تسود دقدق مدينة وأخبره بغاراته على سوداء العراق مثل أقوى الرمي ده قال الذي وقالي حقا إيو مقالوين كعراق نمك فرص إنو الجبيي وحيدا مكهل وعدد له المدن والقرى والحصون مثل أتري إنت مقالة وفرتي إنت تولى وفرتي إنت لفيس ومركها وليح جباحي التي حررها من الفرس او نمانك فرس وكسر فرتو قعدت ذكر حرين وضمها الى دوله الاسلام ما قالوا ان كان ان انه سور رعي ودك اما دوله اسلامك. وصف له جمال تلك البلاد ابو بكر وغشك للك وصارك قرحه وليه وفرت خيراته وكثره غلاته يوحي الهي خيرات ونحدق يوحي الهي وبرواقه ونحدق للك يديك سوء برارسين وغورم مركو حربا ما دام دجالك قيمتي سكر وكسو جولي سولك وصافرتي حرة أبو بكر إنه كجدا مشروعه إن دجال لود إنه إنكلوسيف وشامل إنه ما كان على جلا وهو هذا كل شيء دون ألقى فهم كرامك رير مركه وأطلع على حالة الفرص وهو مركه أبو بكر وجوه الرمي فرص سيتويشن كأي مركه كسو جيني والضراب أمر مختلال ملكهم هي ضد أرنكود أنو فنين إنه يهي بقرتويدونو اني سن سال بلارن ان لهي بوغوش يعني حوغا و خير خلل با جيره و ادو انت تري مثلا ودن كا سوما قل يا قلا قل با كجيره اي كايس با كجيره انركيز با كجيره دقالي با هوس و دعاي انفليشن با كجيره سعر بر با كجيره ددك وي قحيان برين درين با كجيره و هذلدا marka qofku intu mal intu tag akhbarta u soo celiyo و ما انت انت دوعن اخبارته اي جورنالده اي مالا laga heli kara waagi hore marka malahay marka u yiri qalidan arkayse waa ma habi waa ma iska boola ah oo si sahlan ba loo dulmari karo Abu Bakr la socdo wama zala bihima hatta aghrahu bi fath bilad al furs wuxuu hadalka saa ugu dhuro Abu Bakr oo u sheego information ka u sheego oo ku booriyo Abu Bakr markaa waxa go'aankiisa uu noqday in magaalada dhanba aan magaalada aan dhihiin wadanka dhanba la furto fa nashita as-siddiq lidhalika al-amr al-kabir wa jayyisha lahu al-juyush Abu Bakr arriki markaa وفرعون هذا يعني فرعوني بس وقف عشان لها ايضا بلارن وديري وجعل المثنى من حادثه من شيدام الشيباني احد كبار قادتي في هذه الحروب. المثنى ايام مركه لو مغعابي انه كم من نقضه هجامياش ووين دقات هجامني مركه دبو في الاذان كوغا. خاض المثنى من حادثه مع جيوش الفرس طائفه من المعارك دقالو دور هيو لغلي كان اعظمها معركه بابل الشهيره dagaalkii ugu weynaa ee furs la galay waxa ugu caansanaa dagaal lagu magacaabo dagaalkii Babel isaga hoggaaminayay wakaana min khabar hadii maaraka iyo hadaan ka bixino information yar maarakadan la magacaabay Babel sida ay u dhacday waxa la tilmaamaa anna shahradan malik alfurs ninka shahradan lagu magacaabo boqorka furs ah arsala qabila almaarakati kitaban ila qaidi jaysh almuslimin almuthanna min alharitha wuxuu ورقد قرين كوجهن ورقد بقر كسعته كوجهن
إذن كمسلمين تأبان دول هذا تليها المثنى ابن حارث بارك الله سوقري يا سوقري شهرذان بقرك فرس يقول في حاكو قرن نيكا كبير كي سألك إني وجهت لحربك رعاة الدجاج والخنازير وغيرهم من الرعاة إنه دجال كاجا قرت وحن كوسو الدربي رينو كل الدجال لمان وحن دجاج النقضة يضافرض النقضة يقول دتك إسكن لي تأه دتك محبا أهين ما أردتي كوسا كوسو الدربي ولست أقاتلك إلا بهم كوا وحن أهين وما أنت كل الدجال لمان مركا مرحبين فما أنت لمن فوقهم بأهل عيدا كوا انكسر رأيه إن لو صدر أهل وما بقى لن تدبر هذه معناه يقول لي وحاطها ما لها وحنكو صدر يا ضدك اسمع لك تسكن دي بقى تيسانو ضدك الرعاة ده قال قال مركز ضدك الدجاج اللي بقى كل عمانت رعاة الدجاج بوليه والدجاج النقضة يكو الضوفار كالإسرائي وغيره من الرعاة كواس كواس كان عبوية كوا كان لك وكوك إنه فرد عليه المثنى برسالة جاء فيها إسنا مثنى من عقل بضنبوها متكلوا جوابي ورقد كان أقرأ وحيري من المثنى بن الحارثة من المثنى بن حارثة الشيباني قائد جيش المسلمين إلى شهرذان ورقد كسعت ك مثنى كو بقر كشهرذان لغو مقعابة فرس الطري أما بعد فإننا نحمد الله الذي رد كيدكم إلى نحركم هرت إلهي ما نقلنا يعني إلهي بقى سبحانه وتعالى وقام هذا نقلنا إن هجرتني إذن كعلي وأحوجكم باهي يعتبر درة درتين إذين باهي مركب إذن وإذين بوليه إلى رعاة الدجاج والخنازير للدفاع عن أنفسكم كو الدجاج النقضية الضفاركة إن إذن دفاعا إن إلهي ما أنت إذن بضي بعد إلهي وقام هذا نقلنا وغدا بيقول حين يلتقي الجمعان بري مارك اللي بدأ أيضا يقول ما نكون يكون سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون ظالمين تو يغان دونان هل كي أولا من دونان بي كوفير وحكا أما أنت إنا إنكو دولة أنت هرك هرك أجازي السن وكسرو أضو فرص أتلي والبحن ما ذاله إلهي ما أنت كون لبا تقلي إنا كوا سوك حيستي أضو اللي بنبوي ولما التقى الجمعان مركي عيدا كأيكول مان مرك أقبل هرمز قائد جيش الفرس من هرمز لده او تريع ايدانا اياوح الله صوت قلي ميدان كي دقالك على رأس الالاف المؤلف من الجنود كونان اشغو وتعيدا بضن يتقدمه الفيل الاعظم مركا وحا حقامين ايه مروذي وينا مركا مركا لم حنكو برا رجين ايه المثنى قصديسة الي كهو الرئيسي معركة خالد وقلي القعقاع عندها إني كهر مركين مركا وحاجة تكون ولا صهر مريو مركا تي أن هراء وسو قاضي النبي وتان لهين مركي للدري سعد بن وقاص وسو الصعود وتان لي المثنى لا تشو المثنى أنا يسوى دعوة وتان ولا كل مي كدي مثنى وطول أنت وتو هليلي واي مركا سد أساسي مركا يسوى حرنت مركا ومعركة وقليو المثنى وانت ان سعد بن وقاص ان ودرن عمر الخطاب انت لا درن وي تاينا وغاتام مركو القعقاع قالك ايمان يو كدنبه مركو وها هوراي مثنى هوراي سعد با كخيغا القعقاع با كخيغا ساسي مركو باش اورتي هونتا المهم ومركو اوغو هوريسي مروديغا دغالكا او سو غلو الذي كانوا يحتفظون به لكبرات المعارك مروديغا مركو ليس كما سو صار و هو كمي دو هوبكا واتوميك بامكو اكتو دكيه markii dagaal weyn uu jiro oo la rabo in lagu kala baxo oo ciidan marka saal loo rogo marka un baa la soo baxaa maroodii baa la soo saar fatafiqa dhalika alhayawan alrahib almudarrab yadrib junud almuslimina bi khurtumihi alṭawīl alghalīd yamnatan wa yasran maroodigu waxa uu ogaa gacanta dheer khurtum ka bo marba dadka marna midig halkaas uu boqolaal xagga ku tuura halka bidix ka marka wuxuu bilaabay inuu dagaal ilaa waa mudarrab uu tababaray وجلت منه قلوبه مسلمين ويبقين مرك وجفلت من رؤيتي خيول فردين ويكدي بين مرك أركان وتصدع بسببه نظامه مسلمين تعيدا كود وكلا نتال مرك عيدا كي سيستي مثنى وكلا ذات أدرك المثنى ابن حارثة أن النصر محال عليه مدرك إنك الليها المثنى مركي بعشاء وقياسي وحاء صبح ذي إن ما أنت ماشي إن قول لقسوه هي أدكته ما دام هذا الحيوان الجبار يفتك بجنود ذلك الفتك الذريع ما دام حيوانك كان أنت لأك أعيدك مربرا مركا سقو ميسيو
وبابي إنه صورة قال إن أنا هين مركب إنه جوليس. فتجرد له مع نفر من رجاله الأشداء مركب وحود ديار سيدة كوحير أو إذن ككود وقو أضاق وقو تابران وحمل على العسكر المحيطين به حملة صادقة صادفة هل المرب سيك كذا وير وقو قاد إيقو نوغين زلزلت أقدامه وكشفتهم عنه ورنتي آد أقل جلي وفي نفس الوقت حالة دون البران كسولي. ثم عاجله مركي عيدا كأوهرري وكدي بوح وبيري حقا يدنك مروذية عاجلهم بطعنة النجلاء من رمحه وحكم بالله مركة إن أو ورن كأوة مركة وكدره مروذية فأصابتهم مقتلا مال وكد انتن وكرهلي وأتبعها بطعنات أخرى أخريات مميتات كد من إسرائيل الرعية مربو مثل كدره إلا إله سبحانه وتعالى محو قدره. فما لبث أن خر الفيل سريعا على الأرض يسبح بدمائه مرودي انت اللي كابا طولك كل عاي وتن نيك بحلك او انت مرك انت مركي المثنى ومرودي ومال صاري. فعلى تكبير المسلمين وتهليله مسلمين هالمرة يحصل الله اكبر ايو تكبيرتي وتدفق على ساحة القتال يتدفق السيل مركز سيد داتكي وحيوق من حقا اي معركة دقاك وكالسعودي وعملوا رماحهم وسيوفهم في محور الاعداء مركز سيد نيمانكي عدوك اهالك ورنك إيجاه يسافت إيجي لهدين المركز سيدات كلاية وما هو إلا قليل إن يرمكي كسور يكتب حتى ولا رعاة الدجاجة والخنازير الأدبار نمكي الدجاجة دقانا يضاف رضوة مركي ولا بركي الجيدين ولا قائدهم هرمز بالفرار هجاميه وتي كبر كاي هذا الكا غير كه الدين أبو حك الدين. واحتل المثنى بن حارث الشيباني بابل وهو قبصدي مقال دي بابل معركة معركة شريرة هاي مركا هلكا وحا موقتة المثنى انه دقال يهن اله سبحانه وتعالى وافجيه انه مرودي مال صاره. فاحرز ما حوته من الغنائم اله وحو قدر مركه وحل وحي غنيمه اله ودح دغي لوركاس انه غعنته كدغه لوركي بابل وسبى ما اشتمل عليه من النساء دمر كي ماشي جوغان اي غعنته اسو غلا. فجعل يسبح الله العظيم ويقول مركه وسو تسبيح دي بلابل الى النبي قال كيري دي الهي وارنك اني كغدبا يو دب كدغه هل تسبحون الله وتقدسون بلن باي صم ديار موتي ان تسبح ستان مركز التسبيح كذا ما هو. ويقول اسول صدق رسول الله صدق نبي الله الى رسول كيس النبي قرن بشاي لقد ملكنا او ملكنا الارض واخذنا المال وسبينا النساء نور كي لنو شيغ ان غان بان كو دغنا حوالي نوا كان سو قادن هوين كي واتان مركا مركبه سو تحمل هلكن مركا تعليق غير مركا تلمانو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا عجيبة دينتا وحا عجيبة مرحلات وحو مريا والنبي صلى الله عليه وسلم ومربع قلاء التقو سوق سو آذية حومها يو هبو اسكو الدفاع عملها قربك وحاكتك أبو بكر هلك وحاكتك علي بن أبي طالب ضد وحيين أن أغين وحي تران وحي قدان أن أغين بو كسو هرب حياة مركز سوليا وحان إيقاباني وحاسي قريب سن إنو له يعني فرص شو حالات ده كل جرا فرص بعد كان تكون دي جدا وغريب وحكوا له غريب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اسق او اردي سراقه بن مالك مركي الهجره صلى الله عليه وسلم اسق او لو دبا جرا او مال او بحصد لهين او بقي او كلي او غري ودغي لا حتى انا نقون ادريس كيس مال او سي سعود انا نقون حالته اسق كل جرا وله ليه سواري كسرى فرص بقى عنده تكون دي جدا يعني بمعنى طاهر توحي موجين ساكو النبي صلى الله عليه وسلم انه موحى اليه ان وقت ان سوغي ان وحا كانوا اي سو هريين نبي نمي سو حوا موجين كمت لكن وحنا نقول لها نين وارانو اسكا هاد هذا دي يراد وحن قبصن دونا ودن ساس او كلا قف وارانو بعدها لكن مركي وحي او جرو تد مركا الهي سبحانه وتعالى بشارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسيي المثنى بن حارث السيبه ودعان مثنى نجيسني سماش وصبح ضوء سيدي دا كنبا إلهي سبحانه وتعالى وقدر إنه مركا لولكا أولان وكفرته إيه أبو بكر وكذا دي مشروعة نينك السو السحابينا وح والباء مشروع أبو إلهي وأبوري وأكيم المري وأنا ضد عجائبته دا إلهي سبحانه وتعالى هنا عريسه وإله هنا وبالله توفيقه.